عندي رسائل كتير النهاردة، ولكن خلونا نستقبل أول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. الأسامة. أيوة أهلا بيك. أنا بحبك أو بحترمك. ربنا يخليك. أنت أخونا الكبير طبعا. ربنا يخليك. دي ثقة غالية. ربنا يخليك. أنا عندي 30 سنة. أهلا بيك. متجوزة وأنا عندي 18 سنة. جوزي يكبرني ب 14 سنة. ربنا رزقني بأربع أولاد. ربنا يخليهم لك يا رب. عايش. كنت مربطة شلون أول مرة. لا خالص، احنا بندردش مع بعض. أنا أولا من بلد أرياف وجيت القاهرة، اتجوزت فيها. ليا إعمام كتير أوي خارج البلد، اتعرفت على ابن عمي من عن طريق النت. من على طريق الفيس عامة. ابن عمك. عمك تعرفت. خلاص اتكلمنا مع بعض، عرفت جوزي ان ده ابن عمي، بنتكلم مع بعضينا ازيك عامله ايه عيالك. هو اولا متجوز مع اربع اولاد هو كمان. وانا معايا اربع اولاد. الحياه كلها تعرف الضغوط بتاعه الحياه عامله ازاي. جوزي للنهار في الشغل، واللي بامن لكم عيشه ناسي عامه بمعنى اصح، ان انا اصغر منه محتاجه الكلمة الحلوة. ايه انت عارف حضرتك بتبقى عاملة ازاي. فجأة انا اتشدت لابن عمي، دخل في حتة في قلبي ما كنتش لاقيها في جوزي. هو قال انا بحبك وكده كده، انا مش هخسر بيتي وعيالي وانت مش هتخسري بيتك وعيالك. اولا هي تبقى مكالمة التليفون اللي ما بيننا نطمئن عليها، هي الكلمة الحلوة اللي بنسمعها من بعضينا أزد من ما فيش، هو ده اللي ما بيننا. فأنا عشان بخاف ربنا شوية، وأنا غريبة في المنطقة اللي أنا عايشة فيها بعيد عن أهلي. مش عارفة أعمل إيه الصراحة. مش يعني عارفة. طيب أنتوا بس لحد دلوقتي مكتفيين بالمكالمة؟ هي مكالمة بس. بعد نشوف بعض لاين. بتشوفوا بعض اونلاين بس، مش بتشوفوا بعض بجد. ايه؟ بتشوفوا بعض على الكمبيوتر يعني، مش بتشوفوا بعض بجد. على التليفون اونلاين بس. انما مثلا المكالمات ما بتتعداش حدود معينة. لا خالص. لا ابدا. طب انتوا بقالكوا قد ايه في الكلام ده؟ احنا بقالنا شهرين. طيب هقول لحضرتك حاجة. كتير على فكرة، كتير جدا من الستات بيقعوا في المطب ده. هقول لك ليه. بتبتدي انت تحسبي الدنيا بشكل تاني خالص. بتحسبي الدنيا ان جوزك اكبر منك، وانا متجوزة راجل اكبر مني ب 14 سنة، وتقعدي تحطي الموضوع ده في دماغك وتكبريه يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم لحد ده يبقى عائق قدامك. مش مشكلة ان جوزك يكون اكبر منك ب 14 سنة، ومش مشكلة ان جوزك يكون عنده ضعف في العلاقة الحميمية، لان الضعف في العلاقة الحميمية دي عند راجل عنده 44 سنة ولا 50 ولا 54 ولا 64، ده مش ضعف. في حالات مرضية بتحتاج علاج، انما في حالات كتير جدا بتبقى حالة زهد، زهق، ملل. بيبقى الزوج مش قادر يعني يشعر بالرغبة تجاه زوجته. ليه؟ لأن بقاله سنين بيشوفها هي نفس الست بنفس الشكل، بل بتزداد سوء، ما بتهتمش بنفسها، مهملة في نفسها، حالة العلاقة بينهم بقت مملة، ما فيهاش جديد، بيبقى واجد دمه تقيل. الراجل بيفكر كتير كده، يعني لسه بقى الموضوع يبقى بالشكل ده. فده ببساطة مطلقة في رجالة بتلجأ انها تاخد أدوية. مش عيب انه ياخد دواء، لأن في رجالة متخيل ان هو لو خد له حباية ولا حاجة من الأدوية دي ان هو كده بقى عار قدام الناس وان هو عنده عجز جنسي. لا، ما عندوش عجز جنسي. الحدوتة كلها ان عنده عجز في نفسه، نفسيته. عايز أقول لحضرتك حاجة، احنا ماشيين واحدة واحدة، معلش. ان العلاقة الحميمية ما بين الزوج وزوجته، الرجل في البداية محتاج انه يثار، يتحرك علشان يبتدي ياخد أول خطوة ويبتدي يثير المرأة، وبالتالي تبتدي العلاقة تقوم. كل ما قدرتي توصلي الراجل للحالة دي وقدر هو يعمل معك علاقة حميمية طيبة
وكل ما كترته على قد ما تقدره، ما بقولش كل يوم ان شاء الله، كل اسبوع، كل اسبوعين مره، كل ما قربتوا من بعض شويه، كل ما دلعتيه واهتمتي بيه وحببتيه انه يرجع البيت، وهيلاقي البيت دمه خفيف وهنهزر ونضحك، مش اول ما يجي تقومي طصاه مشاكل في وشه، البيت عملت والواد اتخانق وعايزين مصروف البيت وفاتوره الكهرباء جت وبتاع الحنفيه مش عارف ايه وخرطوم اللي مش عارف ايه بيخر والماسوره ضربت والارضيه جيراننا اللي تحت عايزين نصلح لهم السقف والبواب عايز البوابه وبتاع مش عارف لا يعني. ما هو في ستات اول ما بيخش الراجل تقوم رصاهم له في وشه، اول ما يخش الراجل البيت ويقعد ويبتدي ياكل لقمه ويبقى لطيف ويفتح التلفزيون ويبتدي يبص لمراته ويهرج وتلاقيه مبتسم تقوم باك 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 مدياله الكرسي كاتف خلقته قفلته. طيب ما نعرف نختار الكلام امتى يتقال فين، بدل ما ادور على واحد تاني هو برضه زهقان من مراته. ابن عمك ده ما هو زهقان من مراته لانها بتديله نفس الكورس. انما حضرتك لما بتكلميه في التليفون ما بتكلموش غير في الحب والدلع والبغدده مش كده ولا ايه؟ والحب وانا المشاكل والحنيه وانا محتاج حب محتاج حضن محتاج حنان مش عارف. فهو الراجل طبعا عايز يسمع الكلام ده. فحضرتك ما بدل ما بتسمعي جوزك الكلام ده وهو بيروح يسمع مراته الكلام ده، انتوا الاثنين مستسهلين، انت قافش على جوزك وهو قافش على مراته، وبالتالي انتوا الاثنين لقيتوا حل. بتبتدي دايما بنتي متجوزه وانا متجوز ومش هتضيعي بيتك وانا مش هضيع بيتي وحياتنا وحياتي، بس انا بحبك، طب نعمل ايه؟ عندنا سرنا الصغير. السر الصغير بيفضل صغير شويه، الحب بيكبر واللهفه بتكبر والرغبه بتزيد والكلام بيترس، السر الصغير بيكبر، ولما يكبر السر الصغير ممكن يوصل لبلوة كبيرة، علاقات حميمية وخيانات زوجية. اوعي تقولي لي لا حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش هعمل كده، لان الشيطان اصيع منك ومنه، والحاجة الوحيدة اللي بتوقف الشيطان هي ربنا، ان انا بقى متمسك بربنا اقول يا رب انا مش هعمل حاجات الوحشة دي خلاص، يبقى عندي نفس لوامة تلومني من جوه، يبقى عندي ضمير يقول لي لا مش هعمل كده. حضرتك ست محترمة متجوزة ومخلفة، جوزك شقيان عليكوا جدا، ده من كلامك مش من كلامي. نسي اتلهى في الدنيا، حمل تقيل عليه، فكيله الحمل، قربي منه، دلعيه، مدي ايدك وطبطبي على ظهره على دماغه على رجله، قولي له ربنا يخليك لينا، انت شقيان علشاننا، دلعيه، حطيله لقمه قدامه ياكلها، وقعدي قدامه كده فراشه جميله لطيفه، هزري واضحكي، نيمي ولادك وحاسسين ان البيت دمه خفيف وهو موجود وانت موجوده والحياه حلوه، هتلاقي الكلام الحلو طلع، والله هيطلع، وما طلعش اول مره تاني مره هتطلع حته، تالت مره هيزود لك كلمتين، رابع مره هتلاقي الكلام بقى احلى، خامس مره هيبقى مستني باي شكل القعده دي. بس ما نروحش ندور بره، لان احنا واحنا بندور بره نبقى بنخون وبنغدر وبنحمل ألقاب غلط وبنغضب ربنا وبنبوظ سمعتنا، واحتمال كبير جدا لو فتح الموضوع وناس شافته وعرفته يبقى مش بس سمعتك هي اللي باظت، ده سمعتك وسمعة الراجل اللي اداكي اسمه وسمعة عيالك.